تسعى دائرة الخدمات الاجتماعية على تكريم من ساهم معها في الحفاظ على الطفل أو كبير السن أو المرأة، وفي حفلنا هذا اليوم حفل احتواء لتكريم الأسر الحاضنة الذين ساهموا مع دائرة الخدمات الاجتماعية في رعاية الأطفال واحتوائهم وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة صالحة. ومن هذا المنطلق فإننا نشكرهم ونثمن جهودهم التي تعد من أرقى الجهود، ولهم جزيل الشكر، فهم من رعوا الأيتام وهم من حافظوا على الأطفال، فشكرا لهم. ونقول لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة، فبشرى لهم الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى.